السلام عليكم، معكم محمد عبد الله من فيكس ديفلوبمنت تيم. ان شاء الله خلال الفيديو ده هنعمل تطبيق بسيط كده بالبي اتش بي، يعمل شويه اوبريشن مع الداتا بيز زي مثلا انسيرت وابديت وديليت وسيلكت الكلام ده كله. تمام، بس خلينا كده في الاول قبل ما نبدا. لو انا جيت مثلا، انت في الطبيعه لما تيجي تفتح اي موقع مثلا وليكن مافيكس، ايه اللي بيحصل في الخلفيه او ايه الادراج بتاعك؟ انت مثلا تيجي تفتح يو ار ال زي ده مثلا او لينك زي ده، مافيكس بترجع على سطح على index.html. معناها كده ان انت بتقول للبراوزر بتاعك روح هات لي صفحه اسمها index.html من السيرفر اللي مرفوع عليه الموقع بتاع مافيكس. فكل البراوزر بتاعك بيعمله بيروح للسيرفر بتاع مافيكس، شوف يقول له شوف اللي عندك ايه، فايل اسمه index.html. لو السيرفر لا بيرجعه لك، ما لهوش بيقول لك مش لاقي. تمام، طب لحد دلوقتي السيرفر لما بيلاقي فايل اسمه HTML اللي انت طالب فايل HTML بيرجعه لك على طول، على عكس مثلا انت لو طالب فايل PHP يقوم السيرفر عامل اكسكيوت او بينفذ الفايل اللي هو PHP ده، وبعدين يرجع لك الناتج بتاعه للبراوزر بتاعك والبراوزر بتاعك يعرض. تعال نبص على الصوره دي اوضح. لو اعتبرنا ان ده السيرفر بيبقى عليه موقع مافيكس، ده الجهاز اللي انت شغال عليه او البراوزر بتاعك. لما انت بتكتب هنا مثلا اليو ار ال بتاع مافيكس بتروح تكتب صفحه اسمها index.html، السيرفر بيجي لا الصفحه دي عنده بيبعتها على طول. البراوزر بتاعك ده ما بيفهمش غير ثلاث حاجات، غير هم HTML CSS JavaScript، غير كده البراوزر ما بيفهمش. اي لغه برمجه ثانيه بترن على هنا على السيرفر بتاعك، يعني البي اتش بي هترن هنا وبعدين تبعت الناتج بتاعك للبراوزر والبراوزر يعني. يبقى احنا بمعنى اصح محتاجين نرجع ناتج HTML بردك من السيرفر، بس ناتج HTML اتحكمنا فيه للبي اتش بي عشان نعرض محتوى احنا عاوزين نعرضه بطريقه معينه. تمام، طب دلوقتي عشان اقدر اشتغل ديفلوبمنت محتاج سيرفر عندي على الجهاز، محتاج داتا بيز زي ماي سيكو، ومحتاج اتش بي متسطبه عندي على الجهاز. فعشان بدل ما اقعد اسطب الكلام ده كله لوحده، في حاجه سهله خالص اسمها وان بي سيرفر. وان بي سيرفر ده خش تكتب هنا على جوجل مثلا وان بي سيرفر، هتلاقي تقريبا اول لينك هتخش عليه تفتح لك الموقع بتاع الوان بي سيرفر. هتنزل تحت هتلاقي هنا الوان بي سيرفر 64 وان بي سيرفر 32، نزل اللي هو جهازك هيحتاجه على حسب امكانيات الجهاز. بس اهم حاجه وانت بتنزله هتنزل الفايل ده في الاول وتسطبه عشان الوان سيرفر بيحتاجه عشان ما يعملش معاك مشاكل في التصفح. تمام، بعد ما تنزله لو احنا جينا هنا وشغلنا الوان سيرفر من هنا او من ستارت، هتلاقي الوان سيرفر هنا اداك قاعد يجيب احمر واصفر لحد ما يوصل للون الاخضر. لما يديك لون اخضر معناه كده ان كل السيرفيس بتاع الوان سيرفر شغاله، اللي هي ايه؟ اللي هي الماي سيكوال والبي اتش بي والسيرفر بتاعك شغال. تمام، تعالوا نبص على مشروع بسيط كده معايا اسمه ستور. مشروع الستور ده بيعمل ايه؟ كل اللي هو بيعمله لو فتحنا الصفحه اللي اسمها index.html، موقع بسيط، كل اللي بيعمله فيه شويه منتجات، كل منتج له صوره، لا تايتل او العنوان بتاعه، لا مجموعه، مجموعه ديسكريبشن للمنتج ده. لو بصينا على صفحه زي دي اسمها index.html، الصفحه دي كل اللي فيها فيها شويه كود HTML. لو بصينا عليه مثلا view resource في HTML اللي بيعرض الصوره، بيعرض شويه كلام، كل الكلام ده ستاتيك يعني مش متغير. ازاي بقى اخليه دايناميك؟ اخليه دايناميك بلغه برمجه زي البي اتش بي. معنى ان اخليه دايناميك معنى ان مثلا يوزر يجي يطلب الصفحه دي في اي وقت يلاقي المنتج بتاعها، ممكن في اي وقت يلاقي المحتوى بتاعها اتغير، يعني مش المحتوى بتاعها ثابت. يعني انا المفروض هيبقى عندي شويه منتجات موجودين في الداتابيس، كل ما اضيف عليهم يظهروا هنا في الصفحه دي. تمام، ده كده الدايناميك باختصار، ان محتوى الصفحه ما بيبقاش ثابت كل مره ادخل عليها، او مش او كل ما صاحب الموقع يضيف منتجات تظهر هنا في الصفحه الرئيسيه. يعني مش عشان اضيف منتجات لازم افتح كود ال HTML واقعد اعدل فيه عشان اضيف منتجات. انا هستخدم لغه برمجه زي البي اتش بي واربطها بالداتابيس، واحط في الداتابيس شويه منتجات والبي اتش بي تعرضهم لي في الصفحه دي. تمام، تعالوا نشوف ازاي ناخد البروجكت بتاعنا اللي هو الستاتيك ده اللي هو اسمه ستور نحطه على السيرفر بتاعنا. باختصار هتاخد البروجكت بتاع كوبي، وبعدين هنا لو فتحنا مايك كمبيوتر رحت على اللوكال ديسك هتلاقي عندك هنا فولدر اسمه وان بي سيرفر. ده الفولدر اللي وان بي سيرفر عمله لك لما تصفح. هتخش على فولدر اسمه دبليو دبليو، تعمل بيست للبروجكت بتاعك. تمام، دي الفايلات بتاعت البروجكت بتاعي. دلوقتي عشان افتح البروجكت بتاعي ده من براوزر اقدر افتحه زي اي موقع موجود على النت، افتحه ازاي؟ الوان بي سيرفر انت لما بتسطبه بيعمل لك حاجه اسمها اللوكال هوست. تمام،
لسه فتحت لك الصفحه الرئيسيه بتاع اللي هو المتسرب، اللي هو بيقول لك فيها بيانات عن البي اتش بي المتسربه، وتلاقي مثلا نزل لك اسم البروجكت بتاعك اللي انت عملته، مثلا حاجه زي البي اتش بي من ده قبل كده بتتعامل بيه مع الداتا بيس، كرييت وتعمل ويت ابديت وتعمل داتا بيس وتعمل كل حاجه. طب ازاي بقى؟ طب عشان اقدر افتح البروجكت بتاعي اللي انا حطيته في الفولدر الدبليو دبليو اللي موجود في الويندوز سيرفر، افتحه ازاي؟ هتروح هنا في البراوزر بتاعك، هتكتب لوكال هوست على اسم الفولدر بتاع البروجكت بتاعك اللي هو اسمه، تمام. لو بصينا هتلاقي فتح لنا هنا ايه الصفحة الرئيسية اللي هي الاندكس دوت اتش تي ام ال اللي هي موجودة عندنا هنا في فولدر ايه ليست. طب ليه هو مش معنى فتح الاندكس دوت اتش تي ام ال؟ السيرفر اي صفحة في البروجكت بتاعك اسمها اندكس دوت اتش تي ام ال هو بيفتحها يعني بيقراها كصفحة رئيسية للبروجكت بتاعك. طب لو احنا مثلا غيرنا اسمها، فلو رحت عملنا ريفريش تاني هلاقي عرض لي فايلات البروجكت كلها، لكن لما هو بيلاقي صفحة اسمها اندكس تي ام ال اللي بيعرضها مباشر، فتعالى نرجع تاني نرجعها اسمها اندكس تي ام ال، تمام كده. دي الفايلات اللي في البروجكت بتاعي، ودي الصفحة الرئيسية بتاعت البروجكت بتاعنا اللي اسمها اندكس تي ام ال. عاوز دلوقتي بقى اشتغل على الصفحة ديت بالبي اتش بي، بس تعالى قبل ما نشتغل على البي اتش بي اقول شوية حاجات هنحتاجها في البي اتش بي واحنا شغالين. فازاي اساسا ترن كود بي اتش بي؟ لو احنا جينا هنا كريتنا فايل عادي خالص بس سميناه، نتاكد من الاكستنشن بتاعه اللي هو بي اتش بي، وليكن مثلا هنسميه تيست. ده فايل هنشتغل فيه بي اتش بي. عشان تعمل فايل من بي اتش بي لازم الفايل يكون على السيرفر زي ما احنا حطيناه في قلب فولدر ال www في قلب البروجكت اسمه ستور، وفايل الاكستنشن بتاعه والامتداد بتاعه اسمه بي اتش بي. تعالوا ازاي بقى نشوف هنكتب بي اتش بي. تعالوا نفتح البروجكت بتاعنا في اديتور زي ده، انا هشتغل على سبلاين تكست، هو اديتور عادي تمام، تقدر تشتغل على اي اديتور ماك اي براكتس اي حاجه. فتعالوا مثلا ان انا افتح الفولدر بتاع البروجكت موجود عندي اتنين على السي على الوام على دبليو دبليو خلاص تمام، فتحت انا الفولدر بتاعي ده هنا. تعالوا نفتح الفايل اللي احنا عاملينه دي اتش تي ام ال. دلوقتي احنا قلنا الفايلات اللي هي الاتش تي ام ال دي السيرفر ما بيعملش فيها اي حاجه، انت بتطلبها من على السيرفر بيرجعها لك زي عشان هي فايلات اتش تي ام ال، على عكس لما انا هعمل فايل بي اتش بي دلوقتي. عشان ابدا فايل بي اتش بي بتعمل علامه الاصغر من دي او الاكبر من وكلمه وعلامه الاستفهام وكلمه بي اتش بي تمام، وتقفلهم هكذا. ما بين القوسين دول تقدر تكتب كود البي اتش بي. تعالوا نشوف اللي هي جمله الطباعه ازاي في البي اتش بي. جمله الطباعه في البي اتش بي اسمها ايكو تمام، تكتب اي كلمه وليكن مثلا هاند. ازاي بقى رن الكود ده؟ دلوقتي انا عملت فايل اسمه بي اتش بي، فتحت فيه قوسين دلوقتي كود البي اتش بي بالطريقه ديت، وعملت جمله طباعه اسمها ايكو تمام وسيب. ارنه ازاي بقى؟ لو رحت بما ان الفايل بتاعي ده موجود في البروجكت اللي هو اسمه ستور اللي هو موجود على الفولدر الدبليو دبليو اللي انا وصلت له عن طريق اللوكال هوست ستور، لو انا كتبت اسم الفايل هنا اللي هو تيست دوت بي اتش بي هلاقيه عرض لي ناتج جمله الطباعه تمام. يبقى كل السيرفر عمله ايه؟ راح قام ماسك لما انا طلبت من عنده فايل اسمه تيست دوت بي اتش بي، قام رايح منفذ الكود اللي جوه الفايل ده ومرجع لي الناتج ده تمام. يبقى كده عرفنا ان في حاجه في البي اتش بي اسمها جمله الطباعه اللي هي. طب تعالوا نشوف هنعرف المتغير ازاي. المتغير في البي اتش بي بنعرفه عن طريق علامه الدولار ساين، وبعدين اسم المتغير، وبعدين القيمه بتاع المتغير، وليكن هنحط دي سترينج اللي هو برضه نفس الحاله تمام، وسيمي كولون عادي. طب لو عاوز اعرض المتغير ده اعرضه عن طريق برضه اسم المتغير اللي هو دولار ساين اتش، ونسيب ونروح نعرض قبل نفس النهايه. بس اللي لاحظناه هنا ان البي اتش بي ما كتبناش فيها انت ولا دبل ولا فلوت ولا اي حاجه من الداتا تايب، فالبي اتش بي ما فيهاش داتا تايبس، او هي مش عشان تعمل فيها متغير محتاج انك تعمل داتا تايب تمام. يبقى دي اول حاجه معانا هنعرف متغير. تقدر تحط ارقام، تحط سترينجز، تحط حروف، تحط اي حاجه. تعالوا كده نعرف برضك، لان الناتج بتاعنا طالع عادي تمام. دي كانت اول حاجه استخدمناها معانا هنا جمله الطباعه. لما بدها اسم تغير بتعرض. طب تعالوا حاجه تانية هستخدمها بس كتير اسمها فاير دم. دي فانكشن عندي
لو اديتها اسم متغير وليكن اللي هو الاتش ده، نشوف هتعمل لنا فيه ايه. قال لي ايه؟ قال لي انت عندك في الفايل اللي هو اسمه اتش بي في السطر 5 في متغير من نوع ان والقيمه بتاعته كذا كذا كذا. تمام، الدليل هنا ان الفانكشنات بتاعتها اللي اسمها فار دامبل دي موجوده في السطر 5. كل الفانكشن دي بتعمل ايه بالظبط؟ بتجيب لك الديسكريبشن بتاع المتغير اللي انت بتستخدمه، يعني بتجيب لك القيمه اللي فيه، بتجيب لك الداتا تايب بتاعه، وبتجيب لك تفاصيل المتغير ده بالظبط. يبقى احنا الفانكشنز اللي هنستخدمها لحد دلوقتي اللي هي ايكو وفار دامبل. تمام، ونعرف متغيره معاك عادي. لو انت عاوز تعرف الاري، تعرف الاري ازاي؟ تعرف الاري عن طريق مثلا احنا عملنا برضك متغير اسمه اتش، عاوز اعمل فيه ار جي وليكن فاضيه اساسا كده، تعمل القوسين دول يبقى انت كده عملت ار جي. وتعالوا نتاكد ان هي اري عن طريق فار دامبل، ونديله مثلا اسمها اللي هو اسم اتش. تمام، ريفرش. قال لك انت اللي انت حطيته في بار دامب ده ار جي والسايز بتاعها زيرو. طب احط فيها قيم ازاي؟ ممكن تحط الارقام عادي كده وتفصلها، بس الجديد في البي اتش بي ان الاري ممكن تشيل قيم من داتا تايبز مختلفه. يعني ممكن احط سترينج واحط ارقام مع اي حاجه وافصل واحط قيم زي ما انا عاوز. اللي انا سيبته ورحت عملت تشيك، قال لك انت دلوقتي دي ار جي الاندكس زيرو فيها قيمته بواحد، والاندكس واحد بتاعها قيمته اف دي اللي هو سترينج واللينس بتاعه 3. جاب لك تفاصيل الاري بالظبط. طب لو انا مثلا عاوز اعرض ايه اللي هو الاندكس واحد، لو قلت ايكو اس دولار اتش اوف واحد. تمام، عرض لي هنا قيمه الايه، قيمه العنصر الثاني في الاري عن طريق الاندكس عادي زي اي لغه برمجه. طب لو انا في نوع تاني جديد بس في الاري دي هنتكلم عليه اسمه الاسوسيتيف اري. الاسوسيتيف اري ده مش شغال اندكس، يعني مش عشان تجيب العنصر الاولاني تقول له اري اوف زيرو، لا هقول لك هديه ازاي. هو شغال في حاجه اسمها كيو فاليو. يعني انت ممكن تقول انا عندي النيم والقيمه بتاعته مهم وفاصله قيمه جديده خالص في الاري، يبقى دي كده كده على بعضها قيمه واحده اسمها بقدر اوصلها عن النيم والقيمه بتاعتها محمد. ممكن تحط قيمه كمان مثلا وليكن ايدج والقيمه بتاعته 20. دي اسمها اسوسييتيف اري، يعني كيو فاليو كل عنصر فيها عباره عن كيو فاليو. طب اقدر اجيب القيم اللي جواها ازاي؟ بدل ما هنا كنا بنستخدم اندكس، لا انا هستخدم اسم العنصر، او اسم كل عنصر في الاري يعتبر ليه اسم، اللي هو زي مثلا هنا ثاني عنصر الاسم بتاعه الاتش، وهنا اول عنصر كان النيم. فلو انا قلت له مثلا هات لي الاتش وسيف الاقي طبعا ال 20. تمام، يبقى احنا كده قلنا الفردم بيجيب لك بيانات المتغير، وعندنا اسوسيتيف اري وعندنا اري عاديه، واقدر اتعامل معاهم زي ما انت شايف. دي كده الحاجات الاساسيه اللي انا كنت عاوز اتكلم في البي اتش بي عشان هنستخدمها دلوقتي واحنا شغالين. تمام، معاك عادي الاف، تقدر تقول اف اي حاجه مثلا اف ترو اعمل لي كذا مثلا واحد. طب الفور بتنكتب هنا ازاي؟ لا الفور عادي خالص زي اي لغه، فور تعرف اسم المتغير وتديله قيمه ابتدائيه وبتديله القيمه اللي هو اقل منها مثلا، او الشرط بتاع الفور قيمه اللي انت بتزودها كل مره. تعالوا مثلا كل قيمه المتغير بتاع الاي ده كل مره. تمام، هو عرض 0 1 2 3 لحد 9 ان انا مش حاطط سطر جديد فما نزلش. تمام، فكده دي الحاجات الاساسيه اللي احنا عاوزينها في البي اتش بي عشان نقدر نشتغل بالبي اتش بي. تعالوا نشوف بقى ازاي نكونكت البي اتش بي بالماي سيكوال. فالاول تعالوا نروح نكتب الداتا بيز بتاعتنا. احنا لما جينا بصينا هنا على الموقع بتاعنا اللي هو نتاج المنتجات، لقينا عندنا ان في حاجات اساسيه زي المنتج ده، كل منتج ليه اسم، ليه ديسكريبشن، ليه صوره. تمام، دلوقتي محتاجين نكتب الداتا بيز اللي احنا بنشتغل عليها في البي اتش بي. هنروح مثلا نفتحها ازاي؟ لو احنا رحنا هنا على اللوكال هوست هنلاقي في هنا ابلكيشن عندنا الويب سيرفر مسطبه لنا اسمه بي اتش بي.
البي اتش ام اي ادمن دي، هقدر افتح البي اتش ام اي ادمن ولقيت الفورمه ديت، فانت اليوزر نيم الاساسي بتاعك ده ديفولت لما بيسطب الويب سيرفر بينزل معاه اساسي ومفيش باسورد، فاتاكد اهو افتح معانا عادي. تعالوا بقى نكري الداتابيس، نكري الداتابيس عن طريق المنيو ده، وبعدين هنا تكتب اسم الداتابيس بتاعتك وليكن ستور، تمام. وبعدين نختار حاجه اسمها كوليجن، اقول لكم كوليجن دي يعني ايه. كوليجن دي ديت بتقول لي الداتابيز هتخزن الحروف ازاي، عشان الحروف العربي مش زي الحروف الانجليزي، مش زي الحروف الصينيه، مش زي كل لغات الحروف. فاحنا عشان نضمن ان الحروف العربي تشتغل هنختار حاجه اسمها UTF-8 24 General CO، نتك كريت كده. انا ضامن ان انا لو ضفت قيم عربي في قلب الداتابيس بتاعتي هتتعرض تمام وما فيهاش اي مشاكل، قال لي داتابيس كريت، تمام كده. الداتابيس عندنا محتاجين ان احنا نعمل تيبل زي ما قلنا، تيبل اسمه برودكتس، تمام. البرودكتس ده هيبقى فيه 5 فيلدز اللي هم ايه، اللي هم الاي دي والتايتل والديسكريبشن والايمج والتاريخ اللي هو نضاف فيه، نتك جوه. تعالوا اول حاجه معانا هتبقى الاي دي انت، وهنخليه برايمري كي واوتو انكريمنت، عشان مش كل مره نعمل انسيرت محتاجين ندخل قيمه للاي دي ده. تاني فيلد معانا هيبقى التايتل، قيمه فاركار او فاريتشار 250 الحجم بتاعه، تمام. تالت فيلد معانا اللي هو الديسكريبشن فاريتشار، لا عفوا دلوقتي احنا قلنا التايتل فاريتشار عشان هو مثلا التايتل ممكن يتعدى 250، لكن الديسكريبشن ممكن يبقى تكست كبير فيتعدى 250 حرف، فاحنا هنخليه من نوع تكست. وعندنا الايمج حاليا هنخليها فاريتشار، وهنديها سايز بردك 250، تمام. اخر فيلد معانا هنخلي مثلا كرييتد ديت، كرييتد ديت ده مثلا هنحط فيه السنه او التاريخ اللي اتكريت فيه البرودكت ده، فهنختار دي، تمام. يبقى الداتا طيب بتاعه دي، وبعدين نتك سيف كده. انا عملت تيبل عندي اسمه برودكت ب5 فيلدز، اي دي تايتل ديسكريبشن ايمج كرييتد دي. تعالوا دلوقتي لو احنا عملنا فيه انسيرت كده ولا حاجه للبي اتش ام اي ادمن، او الاي دي قلنا ان هو اوتو انكريمنت مش محتاج ان انا احط له قيمه. تعالوا مثلا ان انا اقول التايتل ده ادخل له قيمه وليكن موبايل، وديسكريبشن جود موبايل، والايمج هنسميها مثلا ايمج 1.png مثلا، تمام. وهنختار تاريخ معين، ده التاريخ اللي المنتج اتكتب فيه، نتكتبه كده. عمل لي جملة الانسيرت اهيت، ونفذها لي ايه الدليل ان انا عملت براوز، ولا يضاف لي ريكورد عندي في التيبل اللي هو اسمه دلوقتي. احنا التيبل ده احنا شغالين معاه بالبي اي تي واي ادمن، وهو اتكريت على ماي سيكوال وكل حاجه، بس انا عاوز اتعامل بدل ما اتعامل معاه بالبي اي تي واي ادمن، لا انا عاوز اعمل ويب ابلكيشن معمول بالبي اتش بي، والبي اتش بي هي اللي تروح تنسيرت وتابديت وتديليت، تعمل كل حاجه في الداتابيس وترجعها لي بالله. اعمل الكلام ده كله ازاي؟ كنا احنا من شويه عملنا فايل اسمه اللي هو التست البي اتش بي ده، كنا بنجرب فيه ازاي او خدنا فيه اساسيات البي اتش بي. طب ازاي بقى كونكت بالماي سيكوال عن طريق البي اتش بي؟ انت عشان تشتغل مع داتابيز عن طريق لغه برمجه محتاج حاجات اساسيه. اول حاجه اساسيه انك تفتح كونكشن مع الداتابيز دي، يعني تفتح قناه او حلقه وصل بينك وبين الداتابيز دي تقدر تكلمها عن طريق الحلقه دي. عشان اول حاجه افتح كونكشن. تاني حاجه محتاج ان انا اقول للداتابيز مثلا ابعت لها اي جمله سيكوال من اللي الناس كلها عارفاها اللي هي السلكت او الانسيرت او الابديت او الديليت، وهي تنفذها ترجع لي بالنت. فنشوف ازاي ان انا انفذ جمله او اعمل كونكشن مع الماي سيكوال بسهولة خالص. في فانكشن عندي اسمها ماي اس كيو ال كونكت، بس اسمها ماي اس كيو ال، ناخد بالنا من حرف الاي ده خالص دلوقتي عشان اقدر اكونكت.
بي اتش بي بالماي سيكوال. عندنا قلنا زي ما احنا قلنا عندنا فانكشن اسمها ماي اس كيو ال اندر سكور كونكت، دي بتقدر توصلني بالماي سيكوال. توصلني بالماي سيكوال ازاي؟ بتاخد مني اربع حاجات. اول حاجه معايا اللي هو عنوان السيرفر اللي موجود عليه الماي سيكوال. زي ما احنا قلنا من شويه ان السيرفر بتاعه المستبو العنوان بتاعه بيبقى لوكال هوست، فانا عشان اقدر اوصل للسيرفر هكتب لوكال هوست، ده العنوان الماي سيكوال بتاعتي موجود عليه. تاني حاجه اخش ازاي على الماي سيكوال؟ محتاج يوزر نيم بس. قلنا ان احنا بنسطر لون بسيرفر بينزل لنا اليوزر اساسي اسمه ليه، تمام، والباسورد بتاعه ملوش باسورد، فاحط سترينج فاضي. ورابع حاجه معانا اسم الداتابيس اللي هي اسمها ايه؟ كده المفروض انا لما انفذ الفانكشن ديت هيعمل لي كونكت مع الماي سيكوال، تمام. طب تعالوا عشان نتاكد ان هو مش هيحصل مشاكل هنشوف ازاي. في فانكشن اسمها ماي اس كيو ال اي، بس ناخد بالنا من الاي تاني، تمام. دي ما بتنفذش الميثود دي مش هترجع ترو، او الفانكشن دي مش هترجع ترو غير ما يكون فيه مشكله في الكونكشن مع الماي سيكوال. فانا لو حصل كل مشكلة فانا اقول له ايه؟ connection stop. ده كل اهمية الافريق، ان لو حصل مشكلة في connection تطبع عليه ايه؟ جملة الـ connection stop. تعال نسيب ونرن الكود بتاعنا. هنروح هنا احنا كنا مشغلين الكود بتاعنا عن طريق ان احنا بنرن الفايل هنا انتر، قال لي ايه؟ الابلكيشن اللي اسمها ماي اس كيو ال ايرونيديا تاخد منك وان برامج اللي هو ايه؟ اللي هو الكونكشن بتاعي. فالمفروض ان انا بستقبل من فانكشن اللي هي اسمها ماي اس كيو ال كونكشن ديت، بستقبل الكونكشن بتاعي في متغير مثلا وليكن هسميه كون، تمام. المتغير ده دلوقتي هو حلقه الوصل بتاعتي ما بين البي اتش بي والماي سيكو. فالماي اس كيو ال ايرونيوم ما بتعرفش الايرون غير ما تبعت لها الكونكشن اللي انت فتحته اساسا، فانا هبعت لها الكونكشن بتاعي اللي هو اسم المتغير اسم الكونكشن بتاعي، تمام. ونفت ريفرش تاني ما جابليش ايرور، معناها كده ان حصل كونكشن صح مع الداتا دي، مفيش اي مشاكل في الكونكشن. طب دلوقتي من شويه احنا عملنا انسيرت في الداتا بيز بس عن طريق البي اتش ماي، تعالوا نعمل كمان مره انسيرت وليكن تيست 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 واي تاريخ ونعمل جو. دلوقتي عشان هو البي اتش ماي ادمن قال لك دي الجمله اللي انا نفذتها عشان اعمل انسيرت، عملت انسيرت انت برودكتس الاي دي والتايتل والديسكريبشن والايمج والكريتيف ديت ودي الفاليوز اللي انا حاطها. فهو اما نفذ الجمله ديت تعالوا ناخدها معانا كوبي كده عشان نشغلها من البي اتش مش من البي اتش ماي او مش من البرنامج اللي هو بيشتغل مع الماي سيكوال. دلوقتي ده ريكورد تاني او رو تاني خش معايا في الداتا بيز، عاوزين بقى ننفذ جمله الانسيرت ديت من البي اتش بي، تمام. هنفذها ازاي؟ يبقى احنا قلنا دلوقتي معانا اول فانكشن دي بتفتح لي الكونكشن مع الداتا بيز ده، تاني فانكشن هنا بتقول لي في مشكله حصلت في الكونكشن ولا لا، تالت فانكشن معانا اسمها ماي اس كيو ال اي كويري، تمام. الماي اس كيو ال كويري دي بتاخد مني ايه؟ تاخد مني الكونكشن اللي هو مفتوح مع من الباي من البي اتش بي للماي سيكوال، وبتاخد مني تاني حاجه الاس كيو ال او جمله الكويري بتاعتي اللي انا عاوز انفذها في الداتا بيس. طب دلوقتي انا عاوز انفذ جمله انسيرت، واحنا جبنا الكود اللي هو بيعمل جمله الانسيرت في البي اتش بي، فتعالوا نعمل متغير نسميه اس كيو ال، هنحط فيه جمله الانسيرت اللي احنا عاوزين ننفذها في البي اتش بي عفوا في الماي سيكوال، هنحطه كمتغير عادي كسترينج ونحط فيه جملة الانسيرت. دي جملة الانسيرت بتاعتنا اهيت اللي اسمها insert into product، العلامة ديت اسمها tilde، ده موجودة على حرف الزال تقريبا، هي مش اساسية يعني انت لو شلتها مش هتعمل اي مشاكل، بس المهم هنا انت قلت له insert into products اللي هي في الكولومز الاي دي والتايتل والديسكريبشن والانتش الكريتيف دي. هو اولا هنا الاي دي لو بصينا هو حاطط قصاده نل عشان هو بيخش اوتوماتيك من الماي سيكوال كمنه معمول اوتوماتيك، فانا لو شيلته اساسا مش هيعمل اي مشكله. فانا دلوقتي بقول له انسيرت في البرودكتس التايتل والديسكربشن والايمج والكريتيف دي، فاضي القيم بتاعتي.
تعالوا بقى نحط القيم دي عشان نشوف هيدخل ولا لا. وليكن مثلا اللابتوب، لابتوب، وهنسيب مثلا الايمج هنسميها ايمج، ونسيب التاريخ زي ما ونسيب، وتعالوا نروح ننفذ الجملة دي. بس خلينا نقول ان جملة الكوري ديت بترجع قيمة، وليكن مثلا نسميها الاسم. الريزلت دي احنا لو حطيناها في اف، قلنا اف الريزلت، لو الريزلت دي رجعت ب2 معناها ان جملة الكوري بتاعتي او جملة اس كيو ال اللي هي جملة الانسيت دي اتنفذت في الداتا بيز واشتغلت تمام. فانا اقول له ايكو سكسس، معناها كده لو عرض لي سكسس معناها كده جملة الكوري اتنفذت. إلس إيكو فيل، نسيب ونرن. قال لي سكسس، معناها كده ان انا لو رحت عملت ريفريش في البي اتش بي ادمن هلاقي الريكورد بتاعي دخل في الداتا بيز. تمام، وادي الدليل هنا، لو انا قلت الريكورد ضغطت عليها تاني دخل لي الريكورد اللي هو لابتوب، لابتوب ايمج اللي احنا لسه عاملينه في البي اتش بي. دلوقتي كده لو انا عاوز انفذ اي جمله انسيرت ابديت ديليت سيلكت اقدر انفذها عن طريق ايه؟ بعد ما افتح الكونكشن واتشيك ان مفيش مشكله حصلت، اكتب جمله الاس كيو ال بتاعتي في متغير زي اس كيو ال ده، وبعدين مثل اسمها ماي اس كيو ال كويري، وابعت لها الكونكشن وابعت لها جمله الكويري بتاعتي، واستنى الريزلت بتاعتها. لو هي ترو هيعرض لي سكسس، لو هي فيلد هيقول لي كده. بس لحد دلوقتي انا بنفذ جمله بتاثر في الداتا بيز، يعني ما بترجعليش بناتج. لكن لو انا عاوز انفذ جمله بترجع بناتج زي سيلكت، سيلكت مثلا أستريك روم برودكت ومسحت بقية الكلام ده. تمام، تعالوا نشيل علامة العلامة دي عشان تعرفوا إن هي أصلا مش أساسية. الفكرة إن هي بتضيف عشان لو في اسم متغير أو حاجة، أو اسم كلمة في جملة الـ SQL اللي مشابهة لحاجة الـ MySQL بتشتغل، فعشان ما تعملش مشاكل فأنت المفروض تحطيها بتحطها، بس إحنا مش هنحطها عادي. تمام، تعالوا نشوف الريزلت دي. لو احنا رنينا الكود بتاعنا ده ايه اللي هيحصل؟ قال لنا سكسس. سكسس معناها ان الريزلت دي كده رجع فيها ناتج. طب ازاي بقى اعرض الناتج بتاعي اللي رجع؟ عشان تعرض الناتج بتاعك اللي رجع في فانكشن رابعه معانا اسمها مود اس كيو ال اي فيتش اندرسكور اول، تاخد منك دي تاخد الريزلت اللي رجعت. تمام، الريزلت وايه؟ طب تعال ونسيبها زي دلوقتي نشوف ايه الناتج اللي هيرجع وترجع لك ناتج. الري عباره عن الناتج او عباره عن الريكورد اللي موجوده في الداتابيس. فتعالوا مثلا نشوف نسميها ايه مثلا. الري يبقى كده الماي اس كيو ال ديت هترجع لي اري. تعالوا نشوف الاري دي. طب احنا من شويه كنا استخدمنا حاجه اسمها فار دام بتجيب لنا وصف او بيانات المتغير ده، الاري اللي هو الاري اللي هو رجع لي من جمله الاس كيو ال ديت بياناته او الوصف بتاعه ايه. فلو انا عملت ريفرش كده هلاقي رجع لي ايه؟ رجع لي اري السايز بتاعها 3، عندها ان الاري دي فيها 3 عناصر، ادي عنصر ادي عنصر ادي عنصر، دول الثلاث عناصر اللي معايا اللي هم ايه؟ اللي هم الثلاثة رو اللي موجودين في التيبل البرودكت. طب تعالوا عاوزين احنا نشتغل معاهم رو رو، بس تعالوا نبص على الاستراكشر. اول رو مثلا معانا اللي هو موجود في اندكس 0، جواه اري ثانيه برضك، جوه العنصر ده اري من حجمها 5 اللي هم الاي دي والتايتل والديسكريبشن والايميل والدي. فدلوقتي انا المفروض ان الاري ديت عباره عن ثلاث عناصر اللي هم الثلاث صفوف الموجودين في الداتا بيس. فتعالوا مثلا ان احنا نروح للصف الاخير اللي هو اندكس 2 واعرضه، هلاقي جواه ايه؟ لقيت جوه الاندكس 2 اري ثانيه اللي هي عباره عن كل فيلد، كل عنصر من عناصر الاري الثانيه ديت اللي هم الفيلدز اللي موجوده عندي في الداتا بيس في التيبل بتاع البرودكتس اللي هم الاي دي والديسكريبشن والايمج والدي. طب لو انا عاوز اعرض حاجه زي مثلا
طيب اعرضها ازاي؟ موجوده عندي في اندكس او في كولوم تاني، كولوم عندي اللي هو الاندكس بتاع واحد. فانا كده بقول له من الرول الاخير اعرض لي تاني اندكس اللي هو واحد. فقال لي، قال لي انت اقيمت الاندكس التاني ده لابتوب وهو اللينس بتاعه 6 وهو من نوع 6، يبقى انا لحد دلوقتي عرفت اعمل انسيرت وعرفت اعمل سيلكت، تمام. بس تعالوا نشوف، لحد دلوقتي انا ما حطيتش اي كود اتش تي ام ال، بس كود البي اتش بي انا كتبته ما بين الفتحه والقفله بتاع قوس البي اتش بي. لو انا جيت هنا قبلهم حطيت اتش تي ام ال عادي خالص، ايه اللي هيحصل؟ هل هيسبب لي مشاكل في كود البي اتش بي؟ وليكن هنا حطيتها، تعالوا نعمل ريفريش، طبع لي كود ال HTML عادي. فاللي حصل ايه؟ السيرفر لما جه رن الفايل اللي هو اسمه تيست البي اتش بي، فهو السيرفر ما بيهتمش غير بالجزئيه اللي هي محطوطه ما بين قوسين البي اتش بي. فكل لو عمل لقى كود اتش تي ام ال رجعه زي ما هو، ولقى كود بي اتش بي راح رنه ورجع الناتج بتاع ان هو بتاع التنفيذ وقام عرضه. فكونك انت حطيت كود اتش تي ام ال بره كود البي اتش بي هيتعرض عادي ك اتش تي ام ال. وممكن برضك تحط كود اتش تي ام ال جوه البي اتش بي وتعرضه عادي. تعالوا نعرض مثلا حاجه زي لو قلنا مثلا ايكو، تعالوا عاوزين نعرض، تعالوا نعمل مثال اوضح. لو انا عاوز الوب على الـ على البرودكتس اللي هي راجعه دي، فانا هقول فور، الفور اقل من والفور اي، والاي اقل من، احنا قلنا مثلا ان عندنا 3 عناصر دلوقتي، تمام. وعاوز اعرض التايتل بتاع كل عنصر من عناصر الاري دي، هعرضه ازاي؟ هقول ايكو، تمام. وقلنا ان كل عنصر اقدر اوصل له ازاي، اقدر ان انا عن طريق الاري ديت اللي هي فيها كل الريكوردز الموجوده في الداتابيز. اول حاجه اول اندكس، او اول حاجه اقدر ابعتها الاندكس بتاع الرو، فاول اندكس والاندكس بتاع الرو هلف على الروز عن طريق الفور، فابعت الاندكس اللي هو الاي، اللي هي الاي دي هتبقى المفروض هتلف من 0 لحد الاثنين. بس من كل اندكس محتاج ان انا احط اللي هو التايتل بتاع، التايتل بتاعه اللي هو اندكس كام؟ اندكس 2. وتعالوا نطبع بعده كود اتش تي ام ال عادي خالص اللي هو اسمه تاج البي ار. تاج البي ار ده بيعمل ايه؟ ده بينزل لي سطر جديد في اتش تي ام ال. تعالوا رن الكود بتاعنا، ايه اللي حصل؟ طبعا اول حاجه الهالو اللي هي كانت موجوده بره بي اتش بي خالص، وبعدين راح جاب من الداتا بيس كل الريكوردز ولف عليهم، ومن كل ريكورد طبع لي التايتل بتاع الريكورد ده، طبع لي الموبايل وطبع لي التيست وطبع لي اللابتوب، تمام خالص. طب دلوقتي لو انا عاوز ازود قيمه وليكن سترينج على التايتل ده، وعاوز احط التايتل ده مثلا من غير تاج اتش تي، فانا هحط هنا التاج، هحط سترينج قبل وبعد، عشان احط سترينج او اجمع سترينجز على بعضها بجمعها بعلامه الدوت. فانا عاوز احط قيمه التايتل بتاع كل برودكت ما بين اتش تي، تاج اتش 2، عملت الاتش 2 قبل وقفلت الاتش 2 بعد وسيف. تعالوا نروح نرن كده، بعت لي كود اتش تي ام ال عادي خالص. ولو عملنا بيج فيو سورس طبع الهالو، طبع اتش دي الموبايل، حطها بين اتش 2 وبعدين الدي ار وبعدين التست وبعدين دي ار وهكذا. يبقى لحد دلوقتي انا قدرت اتعامل مع الداتا بيز، انفذ جمله انسرت وانفذ جمله سيلكت، تمام. الفيديو الجاي هنشوف ازاي بقى نستخدم الكود بتاعنا ده مع الديزاين اللي احنا كنا جايبينه من شويه اللي هو ده، تمام.